السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة ديال اليوم حرشة كتجي زوينة حسن من اللي كتباع في الزنقة. ندوزو للطريقة والمقادير بالتفصيل إن شاء الله. لتحضير الحرشة كنحتاجو 500 غرام ديال السميدة رقيقة، سميدة ديال الحلوة، عندي 300 ملي ديال ما يكون دافي، معلقة كبيرة ديال السنيدة، نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، خمارة ديال الحلوة من فئة 100 غرام، نص كاس عنبة ديال زيت الزيتون، حلة أو بول كنديرو سميدة رقيقة، نضيفو كاع مواد الجافة، ملح، خمارة، نضيفو زيت الزيتون، ونبداو نبسبسو السميدة. خاصني ندمجو لينا مكونات بعضياتهم مزيان، مين ندمجو ونصبو الماء شوية بشوية. فالحرشة ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها بيدينا، ما كتعجنش ليا كما كتلاحظوا، نديرو غير بحال هكا في يدينا، نجمعوها بيدينا. كما كتعرفوا السميده كتحتاج الماء، فما نخافوش واخا نزيدوا الماء شويه، فهو غادي تشرب السميده الماء. غادي نخليوها هنا مده ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق عاد نطيبوها. مرحبا من جديد، هنا في مقله ديال الوجده، مقله ثقيله كنقولها مقله ديال الوجده، كندهنها بالزبده ورشيت عليها السميده رقيقه. هنا خديت واحد الاطار كما كتلاحظوا، غادي نشكل فيها الفورمه اللي غادي تجي المقلات باش تجيني دايره. دهنتها بالقليل من الزيت، غندير السميده رقيقه وغادي نشكل فيها الحرشه ديالتنا. غادي نبسطو حتى نخليوها متساويه. نحاولو نجيبو المقلة تقيلة هكا، كما كتلاحظو فكتجي متساوية. غادي نحطوها على نار هادئة تطيب لينا من التحت عاد نقلبوها. درتها على نار هادئه ومره مره غادي نبدا ندور المقلات ديالي باش تطيب جميع الجوانب ديال الحرشه. هنا بعد ما كنشم الريحه ديالها وشتها بحال من التحت ذهبيه، غادي نجيب الصينيه وغادي نقلبها وندير القفازات باش ما نتحرقش. كتلاحظوا نعاود نرش السميدة رقيقة، ونجيب شوية بشوية الحرشة كما كتلاحظوا، ونخليها تحمر ونبدا ندور كما كيف العادة شوية بشوية باش تشد ليا اللون الذهبي من جميع البلايص.
بعد ما طابت هذا هو الشكل ديالها، كتجي حرشة ممتازة. ما تنساوش تنضموا للقناة باش توصلوا بالجديد. نتلقاو في وصفة جديدة بإذن الله.